السلام عليكم طلاب الأعزاء، وياكم الطيب في المدرسة العراقية الألمانية. اليوم عندنا درس الرياضيات بالصف الخامس، هو الفصل الخامس الكسور العشرية. سوف أتعلم في هذا الفصل الدرس الأول الكسور العشرية حتى مرتبة الأجزاء من ألف، الدرس الثاني مقارنة الكسور العشرية وترتيبها، الدرس الثالث تقريب الكسور العشرية، الدرس الرابع التحويل بين الكسور العشرية والكسور الاعتيادية، الدرس الخامس أنماط الكسور العشرية، الدرس السادس خطة حل المسألة. أمثل بنموذج. قبل لا هاي خلنا ناخذ مراجعة عن الكسور العشرية وشنو هي الكسور والأعداد العشرية، ونعرف شنو جزء من 100 وجزء من 10 وجزء من 1000. هسه هنا رسمنا عبارة عن حقول. كم حقل عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام؟ 10 حقول. كم حقل ملون؟ 1 2 3، تمام؟ أني قد لونت 3 حقول. هسه من أريد أكتبها على شكل صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري، شلون راح أكتبها؟ تمام؟ أخلي أول شي خط القسمة، أوكي؟ راح نحلها. كم حقل ملون؟ 1 2 3، أكتبها فوق 3. عدد الحقول الكلي شقد حسبناهن إحنا؟ 10. شلون راح نكتبها؟ 10. إذا الكسر 3 على 10، نقرأ 3 على 10. من أريد أكتبه بصورة كسر عشري، تمام؟ يساوي إيش قد عدد الصحيح هنا؟ 0. أخلي فارزة. شنو الكسور العشرية؟ هي وجود الفارزة، تمام؟ هذا شلون راح نكتبه؟ 3 بالعشرة، فقط 3. هاي جزء من 10 بعد الفارزة مرتبة واحدة. هسه للسهولة انه هو انا عندي هنا مجموعة حقول الملونة 3، مجموعهن الكلي 10، 3 على 10. من اريد اكتبه بصورة عدد 20، كتبه 0 عدد صحيح و3 بالعشرة. احنا شنو نقصد بالكسور العشرية؟ احنا قبل ما كانت عندنا الاعداد الطبيعية مثلا اللي هي 1 و2 و3، تمام؟ 1 و2 و3، اللي يقصد اكو اعداد موجودة عندي اني موجودة بين 1 و2، تمام؟ اكو عندي هنا اعداد وبين 2 و3 هماتين اكو اعداد. شنو الاعداد الموجودة بين 1 و2؟ هي الاعداد العشرية، مثل 0 و1 بالعشرة، 0 و2 بالعشرة، 0 و3 بالعشرة، الأعداد الصغيرة بين الصفر، أيضا الصفر بين الصفر والواحد، أيضا توجد أعداد صغيرة. ما عندنا بس الأعداد 0 و1 و2 و3 و4 و5 والما لا نهاية، لا، عندنا أعداد صغيرة اللي هي تسمى أما الكسور أو الكسور العشرية. هاي إذا كان جزء من 10، تمام؟ كم جزء من 10؟ كم حقل عندي أني؟ 10 حقول. بينما عندي جزء من 100 راح تختلف. هسه هنا أنا رسمت لكم عبارة عن لوحة تحتوي على 100 مربع صغير، تمام؟ هاي اللوحة كم مربع تحتوي؟ عفوا، 100 مربع صغير. من أجي ألون، مثل ألون هذا المربع، أوكي؟ هنا هذا المربع، لونت المربع الثاني. هنا شنو لونت؟ لونت 12 مربع صغير، تمام؟ إيش قد مجموعهن هن؟ 100. من أريد أجي أكتب هسه هذا الشكل على شكل كسر اعتيادي وعلى شكل كسر عشري. اتفقنا ما نريد نكتب الكسر الاعتيادي، نخلي خط الكسر، تمام؟ كم جزء ملون؟ نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 راح اكتبها 12 بالبسط، تمام؟ مجموعهن كلهن هذني، هذا اللوح كله كامل ايش قد مجموعه؟ كم مربع اني من رسمته؟ 100 مربع صغير. اذا من اريد اكتبه على شكل صورة كسر؟ 12 على 100، تمام؟ 12 عدد المربعات الملونات باللون الاسود على 100 اللي هو العدد الكلي للمربعات، اوكي؟ من اريد هسه هاي 12 على 100 اريد اكتبها على شكل كسر عشري، راح اكتب تساوي، تمام؟ شلون اكتبها؟ 0 عدد صحيح،
ونخلي فارزة، كسور العشرية لازم بيها فارزة، والاثنى عشر العدد أنزله، من نقراها صفر عدد صحيح واثنى عشر بالمية. تمام، هاي كمقدمة الجزء من عشرة وجزء من مية، لأنه أول درس عندنا هو الجزء من ألف. هسه راح نبدأ أعزائي بحل الاختبار القبلي. عندي هنا اكتب العدد الذي يمثله الجزء الملون في الأشكال الآتية بأبسط صورة. نجي عندي أول شيء، تمام، عندي هنا عشر حقول أو عشر مربعات، والأجزاء الملونة هن اثنين، جزئين ملونات. من أريد أكتب الكسر مثل ما تعلمنا إحنا من سوينا مراجعة بسيطة للموضوع، الكسر هو من راح نكتبه نكتب هسه هنا، بما أن المربعات صغيرة راح أكتبها هنا، تمام. نجي هسه نكتب خط الكسر، كتبنا خط الكسر. عدد الأجزاء الملونة إيش قد عندي؟ اثنين، راح أكتب اثنين بالبسط. عدد المربعات كلهن إيش قد؟ عشرة، إذن اثنين على عشرة، من أريد أكتبه بصورة كسر عشري، صفر عدد صحيح واثنين بالعشرة، اثنين بالعشرة لأنه مرتبة واحدة بعد الفارزة. أما النقطة الثانية، كم مربع عندي مجموعين؟ عشرة، كم جزء ملون؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، من أريد أكتبه خلي خط الكسر، عدد الملون خمسة، كتبتها خمسة بالبسط، العدد الكلي عشرة، تمام، عدد المربعات الكلي، من أريد أكتبها صفر عدد صحيح وخمسة بالعشرة، شنو خمسة بالعشرة؟ إذن مرتبة واحدة بعد الفارزة. هاي حل النقطة الأولى وحل النقطة الثانية. وصلنا للنقطة الثالثة، اكتب العدد المناسبة في المربع. عندي هنا كسر، كسر ويمه مساواة، وعندي كسر مجهول بالبسط، تمام. احنا اتفقنا اذا عندي كسرين وبيناتهم مساواة، اذا البسط يساوي البسط والمقام يساوي المقام. هنا عندي البسط اربعة، شنو مقابله؟ مجهول. اجل المقام، المقام هنا عندي ثمانية، شنو مقابله؟ اثنين. شنو العملية الرياضية لتحول لي ثمانية إلى اثنين؟ من أقول ثمانية تقسيم أربعة يكون الناتج اثنين، إذا أنا قسمت ثمانية على أربعة كان الناتج اثنين. أجل البسط، بما أنه قسمت المقام على أربعة البسط هم لازم على نفس العدد أقسمه، راح أقول أربعة تقسيم أربعة بيها واحد، فالناتج يكون واحد على اثنين. أما النقطة الرابعة، ثلاثة على تسعة يساوي عدد مجهول على ثلاثة، نجي هنا البسط مقابله مجهول، المقام تسعة صارت ثلاثة. شو استخدمنا هنا؟ عملية القسمة، شنو قسمنا تسعة؟ قلنا تسعة تقسيم ثلاثة كان الناتج ثلاثة، بما انه انا قسمت المقام اذا راح اقسم البسط، راح اقول ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، والناتج يكون واحد على ثلاثة. اما النقطة الخامسة اللي هي اثنين على مربع مجهول تساوي أربعة على ستة، الاثنين صارت أربعة، هنا ضاعفت بما معناها ضرب، تمام، اثنين في اثنين كان الناتج أربعة. استخدمنا هنا بالكسور عملية الضرب، هنا المجهول صار ستة، أي عدد أني أضربه في اثنين يكون ستة؟ جدول الضرب عندي ثلاثة في اثنين ستة، إذن أكتب بالمربع المجهول ثلاثة، تمام، فيكون الكسر اثنين على ثلاثة. هاي حل النقطة الخامسة. أما النقطة السادسة، أقارن بين الكسور العشرية مستعملا الرموز أكبر أو أصغر أو مساواة. عندي كسرين عشريات، تمام، لازم أخلي بيناتهن أما أكبر أو أصغر أو مساواة. نجي نقرأ الكسر الأول، صفر وثمنتعش بالمية، ليش قريتها بالمية؟ لأنه مرتبتين بعد الفارزة العشرية، هنا تسعة بالمية، تمام. من أجي أقارن؟ أول ما أقارن الأعداد الصحيحة، هنا صفر هنا صفر، أجي الجزء من عشرة، هنا صفر هنا واحد، إذن منو أكبر؟ لثمنتعش بالمية. نجي للعدد الثاني اللي هو صفر وستة وثلاثين بالمية وصفر وسبعة وثلاثين بالمية. نجي هنا الأعداد الصحيحة، هنا صفر هنا صفر، جزء من عشرة هنا ثلاثة، هنا ثلاثة مستويات،
إذن أروح الجزء من مئة، هنا سبعة هنا ستة، إذن من العدد الأكبر اللي هو صفر وسبعة وثلاثين بالمئة. نقطة السابعة، أرتب الكسور التالية من الأكبر إلى الأصغر، صفر واحد بالمئة، صفر سبعة عشر بالمئة، صفر خمسة عشر بالمئة. أجي أقارن أول شيء الأعداد الصحيحة، هنا صفر هنا صفر هنا صفر، تمام؟ إذن مساويات، أعبر للجزء من عشرة، هنا واحد هنا واحد هنا صفر، تمام؟ راح أقارن بين العددين الأكبر، أتحول للجزء من مئة، هنا خمسة هنا سبعة، إذن من العدد الأكبر؟ سبعة عشر بالمئة، أكتبها أول شيء، صفر عدد صحيح وسبعة عشر بالمئة، تمام؟ هسه هاي راحت، بقت المقارنة بين صفر وخمسة عشر بالمئة وصفر واحد بالمئة. أرجع أقارن نفس المقارنة، هنا عدد الصحيح صفر، هنا العدد الصحيح صفر، أجي جزء من عشرة، هنا واحد، هنا صفر، إذن منو أكبر؟ صفر وخمسة عشر بالمئة. منو بقى آخر عدد اللي هو صفر وواحد بالمئة؟ راح أنزل. إذن هذا ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. حتى هسه نهينا اختبار القبلي، ليش؟ لأنه بس هاي المواضيع اللي راح نحتاجها اللي هي المقارنة بين الكسور العشرية وترتيب الكسور العشرية، كتابة العدد المجهول وكتابة العدد بصورة عشرية بصورة كسر اعتيادي. إن شاء الله أشوفكم بخير على الدرس القادم.